السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبو عمر من موقع جوالك حياتك. خلوني أشرح لكم في الفيديو دوت بسرعة إزاي أقدر أضيف اللغة العربية للكيبورد بتاعي. بفتح التليفون وأروح للسيتينجز وأختار كيبورد وبعمل آد للكيبورد وهلاقي اللغة العربية تاني اختيار. تمام، فبقت اللغات المتاحة اللغة الإنجليزية واللغة العربية. برجع باك وأجرب أكتب رسالة. هنا شايفين اللغة الإنجليزية، ولو ضغطت عليها هيبقى ده شكل اللغة العربية. مشكوركم ونلتقي في فيديوهات أخرى.